السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نتكلم احنا اليوم حول اهم قضية عن المحسن والاسقاط وكسر ضلع الزيتشية وعن الابشر يتكلمون وبعرض النبي يطعنون، واليوم اللي يحاور منهم منهج اخبار اللي عارض منهج اصول اللي يردهم، وانا بيني ما بين الله راح احكم باليرض الباري يلي تشاهد ايضا حكم واسمع بالتدروم وداري منهج شيرازي هنا عدنا باختصار منهجكم ممكن مضمونه. منهجنا احنا يسب ويطعن وبزوجات النبي يخدش بالصحابة والصحابة كلهم باطل، ماكو وحدة الإسلام، الوحدة الإسلام نفلش، وهنا منهج اعتدالي يؤمن وحدة الإسلام، منهجكم ممكن مضمونة كل احنا نريد السلام. منهجنا احنا اخلاق وتقوى وحدة هالأمة احنا نريد، لا سبينا ولا طعنا سن وشيع الخوة تزيد، واللي آمن أهلا أهلا واللي عارف كون الحجة بالدليل بكل تأكيد. ممكن تروش كالك خلي العالم كله يسمع، ويجوز للطرحة انت يخلي المقانع يقنع. تدريش قالت هاي الوادم قالوا لا اسقاط ومحسن، اسمع مني كأنك جاهل وبقدرتي حيل تمعن، ابو بكر ويا عمر هم اللي عصروا هالباب، قنفذ ذاك اللي جر حيدر ضلع الزهرة بحق تنصاب، وفوقاها حركوا هالباب وعصروا مولاته ويا عصر. طاح المحسن من العصرة ومسمار بدل صدر الزهرة، وما كان مغطيها حجاب وشافوا ستر الزهرة جناب. كنت بجوايل هالقصة ونص عمر الطمع اللي صار، بس وهام حكي مدلس طلعت لا عصرة ولا حادث تبليس بنقل الأخبار. اسمع اسمع من زين كلامك بس خرط وكذب لا أدلة وحجة بيه، راح أرد لك اسمع حكي وكل كلامك معليه، راح أجاوب عقلا طبعا بس المعقول أنا أحكيه. هل تعقل أجر وحيدر ذاك الكاسر ضلع أبطال؟ هل تعقل سطرة ومرته وبس يتفرج عاش الحال؟ هل تعقل تقوم الزهرة وتفتح هي ذاك الباب وحيدر قاعد جو يسمع ويخليه بلي حجاب؟ بس النبي موصي حيدر ولهالسبب ما حاجاهم، لو ما وصية محمد شا حيدر ضيع ذكراهم. وقف وقف لا تقاطعنا، ادري راح تقل موصى وراح تقل تجرع مر وساكت حيدر عاش بغصة. ما نتنازل لكم والله راح تنزل لكم يلا، رسول الله موصى حيدر ولو حجك ما بيحجه وقاعد بس تنظر تقدر. بين هاشم شنو الكظم هم كانوا موصيهم واحد، معقولة تشح منهم غيرة ويضربون بعرضه وقاعد على حساب وستر الزارة تريدون تبتشون الوادم، معقولة الحجاب الزهرة الله يهلكك لا يا ظالم. يا شيرازي يحشي الواقع ما معقول يصير القلتة، تدري بحجك هذا كل انت قاصت من عالي انت، بس حجي كله بأدلة والتاريخ يوثق بيه وكتب السنة ايدت حجي وبصمولي بالعشرة عليه، عندي كتاب سليم ابن قيس الهلالي كتاب شيعي موثق وجه غيره هالسبالي. البحار للمجلسي ايدي كل هذا الحجي، وبمأساة الزهراء للسيد العاملي والامالي للصدوق هذا همسة نديلي. كل الكتب اللي ذكرتها تاخذ شو من مصدر واحد، تاخذ من كتاب سليم اللي ذكرته اول شاهد، يعني نناقش احنا المصدر كل اللي ذكرته احنا نتركه، وراي الشيعة بهالكتاب لازم طبعا احنا نشرك. ناخذ راي الشيخ الشيعي والمفيد ايش ذاكر عنه كاتب عنه هذا محرف، والمهم خلي يبعد منه، والخوي ايت كلامه بكتابه علم الرجال، كاتب دربه كله مدلس ما بي اي صحه محاله، ويا راي الفندت بيه وقاله واي صحه ما بي، وهسه فندنا احنا المصدر واي اسم كتاب اللي ذكرته يعني تفن. والسنه اللي ايدت حكي بكتبهم ذكروا هالي، شو تاخذ من مصدر سن ومصدر شيعة صاري ولا شوف؟ من تقول السني اي تدرج قال النهج السنك مع زين، واسمع منه قسم قالوا ما مولود اي محسن للزهرة وحيدر، قسم قالوا اي مولود. وقف وقف لا تتبختر، صح قسم قالوا مولود بس مات بحياة النبي، يعني لا عصر واسقاط ومحض ضارب زوجة علي. وينو من الشيعة نافي ان المحسن ما موجود؟ المفيد النفة طبعا يعني ماكو محسن حتما، راجع كتاب الارشاد وشوفه من عد الاولاد ما ذكر محسن وياه، وبنسخة ذا تلقى ذاك من الشواذي عد الصاير وش قد الايدة تلقاهم. الطبرس ايضا نافي ما عد ويا الاولاد، والحليتهم طبعا ناف وياهم بلزاد، والاربلي والطقطقي كلهم ايدوا هالحجي. والله شلون ثبت المحسن شنو عندك تثبت بيه؟ بعد اللي ذكرته وبينته عندك شي تحتاج ليه؟ اللي ذكرته كلش وافي، واي واحد ما قادر رده، واللي يحتاج حول المحسن خليه يبين شنو هل عنده. شلون تقسون بعمر مو هو الغاصب خلافه؟ الخليفه من قدسته مو من جيبه هالكلام، اللي قدس عمر علي وشلون ترد الامام؟ وقف وقف يمتى علي قدس عمر، كل كتبنا اللي حكيته ما من ذكر، نهج البلاغه قدست راجع وياي التاريخ، والزم عقلك من ادلت راح اطيرك للمريخ. بالبلاغه قدس عمر اسمع شنو قال بحقه، قد ذهب نقي الثوب قد ذهب قليل العيب، أدى إلى الله الطاعة واتق الله بحقه. الإمام يوصف عمر راح لله نق الثوب، يعني عوف الحكي هذا حيدر وحد كل قلوب. عندك رد يا شيرازي؟ عندك رد يا إخباري؟ علي قال هذا الحكي؟ إي مولاي قال الكلمة، ما أعتقد أنت تعارض، شنو رأيك هسه تسفهم حيدر مولاي وقدسهم للجنة قايل يرحون؟ وراح أذكر لك موقف آخر بي تلقى العلاقة حلوة، العمر زوج حيدر بنته وعاشوا على الحلوة والمرة، ما معقول
بطوله حيدر ينطب انت الواحد ساطر مرته ما يقبل حق الانسان حيدر قائد عالشجان ما ضر روحه حيدر طبعا تعيشه بذله هذا الرتب العائشه ليش تحب وليش تقدس انت فعلك هذا خنت اسلامك وامامك هم خنته زوجة نبينا وكل واحد مؤمن تبقى هي أمه ولو صدق تقرأ القرآن تعرف صارت إلها حرمة عندك إثبات تتقوله عن فضل الزوجات انطيني رواية أبد ما بيها إشكالات الله اللي قايل هي أمه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ما حد عندنا حاجب سوء منا لا أمه ضد حفصة ولا ضد عائشة طاعن شنو رايك بهالقصة ما أتوقع واحد بيكم يطعن بيهن بس شريف أي واحد يطعن خي راجع عرضه أصلا موش نظيف شنو رايك باللي قاله وكل كلامه بدليل هم تقدر تبقى وتناقش اذكر جاوب اذكر جاوب لا تعيد ما أعرف كل هذه القالة أول مرة سمعه عندي شغل هسه روح وتالي عندي رجع هذا واقع كل من عارض بس خلف الكيبورد يسم لا يقدر يطلع ويناقش بس يسقط حكي ذب شنو اللي عندك انت قل لي باقي بس تسب وتطعن وتظل تحرض القتل وبهدلته ما تتمعن لكن نبقى ما نتنازل نبقى نبين هالتدليس يا شوات ناجي الامه يا حيرته حتى بليس اذا ثبت ماكو جريمه قتل وحذفها من السجن عمر ما دافع الباب ولا منها ضيل عصابه